بسم الله الرحمن الرحيم. نتحدث في هذه الوقفة التي جاءت دعما وإسنادا للأسيرات الفلسطينيات، هذا الملف الذي يعتبر من أكثر الملفات ألما لنا كفلسطينيين، كيف لا وقد دخل السجون الإسرائيلية 15,000 أسيرة فلسطينية شابة وامرأة، وما زال في السجون الإسرائيلية 56 أسيرة فلسطينية، بينهن 9 قاصرات منهن الطفلة الجريحة نورهان عواد التي حكم عليها 13 عاما، والطفلة ملاك الغليظ وغيرهن من القاصرات، حيث تعاني الأسيرات في داخل السجون الإسرائيلية منذ لحظة اعتقالهن على أيدي قوات الاحتلال الصهيوني في داخل السجون الإسرائيلية لعمليات الضرب وإطلاق النار المباشر والإهانة والسب والشتائم والتضييق على الأسيرات في داخل السجون الإسرائيلية حال وصولهن إلى مراكز التحقيق. فخاض معركة معاهم بخان يونس، أثر المعركة صوب بجسمه 39 طلقة كان، ونسجن ونقلوه على مستشفى السبع. فقرروا البساجين انهم يخوضوا اضراب، فقالوا له لا انت مريض ما تخوضش الاضراب، فصمم فخاض الاضراب معاهم. التهم اللي توجهت قاتل اطفال ونساء، جايبين ضابط وواحد شويش واثنين جنود، انه هدول ايش؟ انا اطلقت عليهم النار. قلت له انا بدي اسال سؤال، قلت لهم هل انتم اطفال ونساء ام ضباط وجنود؟ ثاني يوم المحكمة تغيرت كلها. بالإضرابات حصلوا على الفرشة وعلى الغطاء وعلى الدفتر والقلم والكتاب والراديو والتلفزيون والسرير والتنقلات الداخلية، وبالإضرابات تمكن الأسرى من أن يتحولوا إلى حكم ذاتي داخلي. تلفن کارت من تو کیفمه. بعد زيارة ترامب للسعودية هناك من أراد نتائج سريعة، واليوم نرى النتائج عبر هذا العمل الإرهابي. من طرفنا لن نغير سياساتنا، وسنبقى نرسل مستشارين إلى العراق وسوريا لمحاربة الإرهاب. عندما يقول الحرس الثوري ببيان رسمي بأنه سينتقم من منفذي الهجوم وداعميه ويسمي دولة بعينها، فبالتأكيد لدى الحرس معطيات ومعلومات موثقة حول تورط هذه الدولة في هجومي طهران. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي الرميصة حسين يعقوب، مواليد عدن. حصل لي الحادث في عام 2006، وكان جراء هذا الحادث أصبت بشلل رباعي. استطعت أن أكمل دراستي وأكمل حياتي المهنية والعملية في الحياة. أكملت الثانوية في مدرسة عبد الباري، ثم دخلت أول سنة في كلية الطب. لم أتوفق في سنة كلية الطب بسبب وضعي الحالي. بعد ذلك نقلت تخصصي إلى الكلية العليا للقرآن الكريم، أكملت فيها 4 سنوات في الدراسة. أنوي الآن إن شاء الله أن أكمل دراستي في الماجستير في قسم الإعلام. بعد ذلك انطلقنا بشكل يعني فردي في الأعمال الخيرية كمجموعة شباب، ثم جاء الحرب فانطلقنا بشكل رسمي بإطلاق وتأسيس مؤسسة اسميناها مؤسسة روم لإعمال الأرض. حالياً نحن نشتغل على المشاريع في رمضان، من مشروع سقي الماء بسبب الأوضاع التي تعاني منها البلاد من انقطاع الكهرباء، ومشاريع أخرى يعني من إفطارات صائم
ومشاريع نفسية ودعم نفسي للأطفال من مهرجانات سوف نقيمها بإذن الله. من أبرز الصعوبات التي يعاني منها ذوي الاحتياجات الخاصة في مجتمعنا عدم تفهم ذوي الاحتياجات الخاصة على أنه متسول أو أنه محتاج وليس له دور في العطاء في المجتمع. رسالتنا إلى الدولة أن تسعى في تحسين الطرقات والمواصلات لتسهيل حركة المعاقين في مجتمعنا وتسهيل دراسة ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير لهم الإمكانيات وتوفير لهم فرص العمل.